مع تواصل تدفق الفارين من الاقتتال في ليبيا على تونس، بدأت الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تبدي انشغالها وتسعى للحد من انعكاسات الصراع الدائر على مقربة من الحدود الجنوبية للبلاد. نحن حارسون مع أطراف عديدة أخرى في الداخل وفي المحيط الليبي وفي المعطى الإقليمي أيضا داخل في هذا الإطار، نحن لدينا كل الحرص على أن يجلس الفرقاء الليبيون بعضهم إلى بعض، ولكن لا نعتقد أن هناك تأثير لما يحدث في ليبيا على بلادنا. ولئن اتفق السياسيون التونسيون في الرغبة في عودة الهدوء إلى ليبيا، فإن تقديراتهم تختلف بشأن أسلوب تعاطي السلطات مع الشأن الليبي. إشكال اليوم مطروح هو أن الخارجية والأمور الخارجية عندنا فيها رئيس مؤقت لنواياه ماهمش نوايا وزارة الخارجية، وقاعد يعطل في خدمة وزارة الخارجية ويزموا يزيدوا من الشأن الليبي ويخلي وزارة الخارجية اللي فيها الكفاءات اللازمة واللي تعرف تخدم على الشأن الليبي تخدم عليه. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أحد أهم مكونات الحوار الوطني يسعى من جهته لتأمين مناخ يسمح بإجراء الانتخابات بعيدا عن تأثيرات الصراع الليبي. نعمل على أن كل الفرقاء السياسيين في تونس يتفقوا على قضية واحدة، هو أنه نحدوا أكثر ما يمكن من تبعات ما يحدث في ليبيا علينا في علاقة بالجانب الأمني وأيضا في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ومن المنتظر أن يمثل الوضع في ليبيا أحد أهم النقاط التي سيتداولها الحوار الوطني التونسي في اجتماعاته القادمة. في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب والقوى السياسية التونسية لمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يأتي عامل الصراع في الجارة ليبيا ليؤرق الطبقة السياسية في تونس ويزيد من درجة تأهبها. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.